الوطني للشغل بالمغرب 1973 2023 50 سنة مرت، حدث ليس بالسهل، يعبر عن إرادة جسم نقابي في الاشتغال والاستمرار طيلة 5 عقود، وهي بذلك تفتح أملا وآفاقا للعقود المقبلة. فلا بد من تهنئة المناضلات والمناضلين، 35 نقابة وجامعة وطنية، 77 إقليم، حرص على إرساء تعددية نقابية مسؤولة، حرص على إرساء فعل نقابي يحترم قواعد الديمقراطية الداخلية، وسعي متواصل لتقديم نموذج نقابي مبني على تمايز مرتبط بخصوصية مجتمعنا المغربي، مرتبط بمرجعيته الإسلامية، مع إبداء فكرة الواجب الحقوق، الموازنة بين الحقوق والواجبات، فكرة جوهرية. وأذكر شخصيا في منتصف التسعينيات عندما تم إعداد الوثيقة المرجعية لانطلاق النقابية مع السي عبد السلام المعطي والسي وباقي الإخوان ممن واكبوا تلك التجربة، لابد ونحن في هذا اللقاء أن نقف عندما يجري اليوم على أرض فلسطين جرائم إبادة متواصلة لا تتوقف بدعم غربي وبإصرار رغم صدور قرار محكمة أو الرأي الأولي لمحكمة العدل، قرار أكد بالملموس أن هنالك جرائم، أن هنالك أعمال في تتضمن انتهاكا صريحا للقانون الدولي وينبغي ترتيب العقوبات عليها. نعم هو قرار غير أو قرار الأولي غير كافي، لكن تضمن قدرا من الإنصاف، قدر لا أقول كافي، لكن إلى جانب هذا الحدث الذي يعكس صحوة ضمير للشعوب، ما زال هنالك إصرار على عملية إبادة ممنهجة تتم. ننوه بمواقف بلادنا المتضامنة مع تأكيد موقف حزبنا على أنه لا بد من طي صفحة التطبيع. لأن ما يقوم به الكيان الصهيوني هو تنكر لكل الالتزامات. لهذا عبر الحزب في محطات وآخرها المجلس الوطني للحزب منعقد قبل حوالي أقل من أسبوعين عن مواقفه المرتبطة بذلك. المسألة الثانية في هذه الكلمة وبها أختم، وتتعلق بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية في سنة جفاف قاسية جدا، وفي ظرفية مشوبة بتحديات كبيرة. هذا الأمر يقتضي منا كمجتمع كدولة أن نعلي من قيمة الحوار والتعاون، وهنا الدور الكبير المنوط بنقابة الاتحاد الوطني للشغل المغرب وشراكتنا معها المتجددة والتي نؤكدها اليوم. ليس لنا من خيار إلا أن نكون صوتا يؤكد ذلك، يؤكد على الشغال بطريقة جماعية لمواجهة التحديات التي تعصف الآن. هنالك دول مهددة بالمحو من الخريطة، دول مهددة، وليس من خيار إلا أن نشتغل جميعا. ولهذا لا سبيل للإقصاء ولا سبيل لاستثناء أي طرف. نحن معنيون
في لحظة المغرب قادر قدم النموذج ونحن نعيش هذه الأيام ذكرى 20 سنة على انطلاق تجربة الإنصاف والمصالحة، ومعنيون بأن ننخرط في عمل يؤسس لهذه القيم من جديد ويمكن بلادنا من تجاوز التحديات المستقبلية. والسلام عليكم ورحمة الله. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.